مسلسل مدرسة الروابي للبنات لذلك نجح. عاطفي مليء بالانتقام جريء يطرح مواضيع حساسة كمواجهة التنمر والعادات والتقاليد. في هذه الكلمات وصف متابعو العمل مشاهد المسلسل. خلف المشاهد الجميلة والأماكن المرتبة تختبئ قصص فتيات يعانين، حيث يتحدث العمل عن فئة عمرية حساسة وهن طالبات المدارس، كما سلط العمل الضوء على الفجوة بين الأهل والأولاد في سن المراهقة. مرة تانية اتفكت وقفي فجي راح أدمرك، حتى لو هاد آخر إشي بعمله بحياتي. العمل الأردني تأليف وإخراج تيمة الشوملي، وأيضا شارك بالتأليف شيرين كمال وإسلام الشوملي. ويلعب بطولة المسلسل ست فتيات، هم كل من راكين سعد في دور نوف، أندريا طايع مريم التي تواجه التنمر والتي في الحقيقة عانت منه في فترة من حياتها، حيث ذكرت أنها كانت تتناول طعامها في الحمامات عندما كانت طالبة وكانت تشعر بالوحدة. وأيضا شارك بالعمل كل من نور طاهر بدور ليان المتنمرة في العمل، جوانا عريضة بدور رانيا، وسلسبيلة رقية وهي مضطهدة في المنزل وشريرة في المدرسة، يارا مصطفى بدور دينا. وشارك بالعمل كل من القديرتين نادرة عمران مس فاتن وريم سعادة بدور مس عبيرة. مشهد التحرش في العمل من المشاهد التي وصفت بالماستر، كونه طرح فكرة ليست المشكلة فيما نرتدي بل بتصرفات المتحرش. بعد عرض المسلسل النشيد الرسمي للمدرسة أصبح بصمة للعمل، وستجد آلاف المقاطع على التيك توك لمتابعين يغنون نشيد المدرسة.